الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية. يا هلا البزنس كفو، هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تزين القوة، في يا هلا البزنس كفو. لا 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 بس والله والله اني مغير احفظ فيك مواري نسيت رجال مو بشرواكم. اسلم اسلم بدي والله مو بشرواكم. المهم قدمت لي على وظيفه، انت مصلى على النبي الصلاه والسلام. قد كلمت رجال ذا له قدره بعد ربي كبير سبحان يا رب نكسمع. كلمت الرجال ذا قال ابشر بالسعد، جيت الى بيته تقهوت عنده قال اعتبر نفسك مقبول مره، اعطاني المعنويه طلعت من عنده بغيت احلق موس واحضر الدوره. لا قال ابشر بالسعد بكره وانت امورك انت نواف. الله الله الحاصل قال قعدت يمكن اسبوع اسبوعين ادق على الرجال له ما يرد، شهر شهرين ما يرد، دارت الدنيا واقابله في زواج. حلو مرحبا الله يحييك يا ود انت رجال. قلت ميدي ابشر، لا انت اللي قلت ميدي روح ولا انت قلت ميدي اقعد، ايش علمك؟ قال والله هني والله هني والله هني. قلت الله اكبر تسلم الله اكبر عني نسيتها نسيتني اياها من قال اسلم. قلت الرازق الله والبشر ضمن الاسباب رب سبحان، لا تعلق امالك على غير ربك سبحان. ربك ان وفقك ربي بيفتح لك الابواب يمكن يخدمك واحد ما يحبك. الله سلامتكم. والله ما مخدمني واحد ما يحبني يا رب. صح والله اللي يكرهني انه ما يخدمني حتى حتى سلام عليكم. انا اقول قلت يمكن يخدمك واحد، لا والله قلت ان وفقك ربي بيفتح لك واحد ما يعرفك ما يعرفك ما يحبك. بعض الناس يعلق كيف يعني؟ يا اخوي اللي اقبلك الله وزعلك الله بين الخلق القبول. هذا يقول ما يحبك يعني مكروه، يقول مكروه لكني ما اعرفه. اصبر انا الحين ما اعرفك تعرف يمكن تخدمني. البيت الاخير إيه؟ وشو؟ قلت ان وفقك ربي بيفتح لك الابواب. حلو يمكن يخدمك واحد ما يحبك. هو صادق يمكن انا الحين اروح الاحوال والله ما اعرفه. الله يحييك مرحبا ابشر بسعادتك. على حسب الرجال وتوفيق. والبيت الاول يقول الرجال الله يحييكم ويميتكم. اسلم اشهد ونعم يا بقبي. والله يجي سالفتين طيب السلامه حصلت عيني وانا صغير. اسلم عند الحلال والشايب معنا شخص نادها من قديم. انا اقول السلام ما اعرف اسوق السواقه ما اعرف اسوق مبطي اي صغير. المهم احنا حزت مغربيه باقي مبعدة المغرب بنظر من عند العزبه متجه صوب ترب بص اللي في الجيزان اللي قلت وافر مع جزازه السواق قام تكي على الطاره من قدام الشايب يجي اسوق اتحاول ايه طرت الشاص بوري بالدنيا والله لا اسوق وافر مع جزازه يا ابو يونس. قال يا ولد يضحك. قلت مره قال قلت انت اللي عشق اذا دركسون عندي انت ما تعرف شيء ما لا دك مير ما اعرف زين. انا قلت السلام دق برا ناظر معنا طليين في الصندوق واحد من اخواني كانوا عاشقين في تبوك جاي لا لا تعال هنا خليك هنا خليك هنا احسن خليك هنا خليك 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 على راح ابغى اسلم ما يبغى اسلم خلوه هنا اسلم اسلم اقعد هيا لك علي الشوار اسلم اخوي ذا جاي من تبوك ومسوي له عشاء جايكم عند عند البل ولا في البيت؟ انا في البيت هو جاي مع الخط وابوك يبغى يستعجل عشان يصير ياخذ ذبيحه عشان الذبيحه عاد نقوم عشان والسواق مسجد السواق السلام الشايب انا منه سواق وانا معه معاون ها ملكة يجيك مخدة في القزاز اللي ورا يركب مخدة يا عيني إذا كان ماخذين حلال ولا راح يجلب يا عيني إيه أنت عاد تدقق بعد سلام السلام هنا أخوي يا رهيب يعني طريف الصندوق قلت بقلد أبوي وأنا رصيت رجلي على البنزين ولفيت الطرزيكة وحامي معي رفعت نفسي فوق وقفت على الأبانس انا تسامح لي لفيت من الراكه اي الراكه لفيت يم وجيب ايش هد الحيله هذا البراكه على جنب ددو انقلبت انت شايب انقلبت اقربت ابوي ارجع يصير سوا قلنا بخلي موت الريسي وعين وراي ايش شايب على جنبه والله راح العشاء الضيف في البيت انتظر انا قلت الحيله بمرغ من المغربي يفصح عقلي او يا ظهور يا ظهري وانا اضحك يا شايب اضحك الله الله يضحك اللي يصر لي انا تسامح هنا قال اروح اجيب الطريق يزيد انا قال الصندوق خليها من الموت
طيب اذا الطليان قلب معكم ايه الطلي راح من الصندوق هو الحادث كله عشان الطلي رجال ما هاي ورا الا عشان الطلي ولا باقي الطلي اللي قلبنا عاين فيه معبود الرجال يبغى يسوق عاين في الطلي ناسين السياره رايح ياخذ الطلي وقف والله عندك من يفهم متاخر عندك لاك ايش لاك ايش لاك عنده لاك يعني تعليق شوي تاخر تعلق وتشتغل الشبكه عندك قناه السوداء بالفصيح يا ولد اشو والله العظيم اني طلعت امورك كويس انت عجبتني تو قلت اني ايه يلا كمل بعدين اعلمك شو اسلم الحين يعلق يبي له ساعتين يلا يلا كل سنه اروح اطير 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 الاسقام اجل انا اطرح ما الله جاك رضوض شيء ها ولا ازله ما شاء الله سلمت الموت الروح الموت قلب تنبسط الموت والله ما جاك برا الشعر اي الحين انا مريت هيا فرمله تحبد لها الحين ها والله انا ضيعنا واحد من الجماعه ما شاء الله انا اعتبر السلامه وترد ما انا اجي جنب الجي الحين دلم البطه الحين البطه حطها هني فيني قلت بيسوقني سوق انا هلا العب عري عشان يحن علي عشان ما يبطني انا قلت بيبط ما بطك هون قلب سياره في ذمتي ذمه انا خبطني خل عنك عشان ما غير دقيت في جدار والله العظيم شاف ابوي ضربني يلا ها تقول ليش يبطني اسلم المهم عاد يا سلام اجي دق على الجماعه الجو واللي يقرا في ذني يعني مغربيه ام مركب جتك ام مركب خليني انتظر جنب الموت رأيت جيت المهم نعدل الموت عاد رحنا سوينا مسكنا الطريق ومن ذا كله ما عاد عينت وراك ما عاد عينت ورا العتش ولا كان عرفت العز يوم ذا مره مش جيد يوم ذا مره انا صغير والله وما اسهل صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه طال عمرك تعال براحتك يوم ذا مره يا طول عمر السلام انا عمري 16 سنه وهالحين ذا الحين 16 رجل عود شيب 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 بعدك باقي حلو مملوح ولد يصدق يا رجل رجال بيه معك فيها شيء لا في ذمتي طيب المهم ايش كان طيب عمرك 16 سنة يا اخي الكلام ذا ما داني الكلام الحلو ذا انا عمري 16 و15 حروم الله قال الشايب احنا الغداء لازم عليه هاي لحميات ولا لبس لازم قال الشايب مع اهلك 2010 غمارة ما يخليني اسوق الا خاطي مرة لا 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 يروح جيب عصير بس جيب عصير ويد عصير جيب زبادي ويد زبادي بس طلعت له العوال في داخل البيت طلعت الشايب وهو في الدكه قلت يابا يبغون عصير العرب يبغون عصير قال هذا مفتاح هذا الدكه ذي مفتوح على الديره كذا تشوف الديره وتشوف العجه اللي تثور فيها وشي شغلها لكس حطها في واحد حطها في واحد واثنين يوم جيت عند عادل مصريين عندنا قلت عطني عائله هي عقب صلاة الظهر مو ينزل له بعد ايه ويعطيني العائله يا طول عمر السلام لبسي الا بحام الا بحام القاطع على عدبا حد ما قال كذا يغطى والله ولد ولا يطامر عند درس ممكن تفضل يا ابو ثواني بس المهم عندي سالفه الله يرحم والديك لا حد قاطعني طوله منكم صح طوله منكم المهم يا ابو شفتها على عدبا ما ادري ايش اللي جاني صرنا غاديين اعطيها واحد معطيهني طيب صلوا على النبي صلوا على النبي يا شباب الله يسلمك معليش قطعنا سالفتك ترانا على البث الحين مثل ما انتم خبرين نبغى كل واحد يعرفنا على اسمه والموهبه اللي عنده عشان الجمهور يعرفكم طيب وش رايك نجلس كذا كلبونا يعني تعال هنا تعال هنا تعال طيب. متحيزين انت من يوم تعال هنا تعال هذا اول شيء تعال هنا ازين ازين ولا خلك وسع شوي خلوه يجلس عندك لا والله نجيني بسم الله كلنا على مركب اهم شيء يعطوب محمد بجار اكمل السالفه نبدا منين نبدا من يمين نبدا من يمينك نبدا من يمين سم طلع رحال المسفري هذا اللقب طبعا الاسم عبد العزيز ابن معجب هذا مسفر القحطاني من المنطقه الجنوبيه هلا هلا هذا اللي عندي لا ما عنديش لا شاعر ولا منشد ولا شيء قبلك الله يا رجال سم فارس بن جفينة المورك القيمي ونعم من محافظه رضا ونعم موهبتهم السلامه سوالف وقصص اللي انتم شايفينها ذي اعطيهم السلامه وسامعينها امور واجب وبيشوف ان شاء الله يشوفوا كل علم طيب الله يكتب لنا وياك التوفيق اللهم امين نواف بن حمد الشهري ونعم ما عليكم زود اسمي تريم احبه احب احد يسميني ابو فرزان قسمت نفسي من زمان ابو فرزان واشتهر معالم مليون من محافظه جده ولدت وعشت جده لكن لا يشوفني يقولني فيها ها ولا عز الله اي والله ديرتي محافظه النماص ما عليكم زود ونعم صورهم في الجميع ونعم والله احب البساطه اللي عندي والسواليف
اقول قهوة السعودية اعشقها اعشقها اذا شفتها ترى في ذمتي ذم من ينفك بالسواد الحين ابشر لكم فنجان ونعم يا الشمري هذا ما عندي سلام هذا معروف ما يحتاج المعروف لا يعرف سلامتكم سعد بن ناصر الشمري ونعم شاعر ونعم واحب السوالف واحب اتعرف على الرجال الطيبين اللي مثلكم وشرواكم وعلى ما قال وانا اخوكم كلنا هنا عابرين بس المكسب وراس المال معرفة الرجال الطيبين اللي مثلكم قبل الشيطان الله امرك الله يطول عمرك وانت لو نسلم من تنسيفتك هذه امور نظيفة وسلامة يا ولد انت من يوم تنسف من يوم ما دخلت ولا تنسيفه صح وايش تنسيفه ايش تنسيفه تنسيف يا رجال ما اعرف ايش معناها التنسيفه ايش خليه يترجم لك اللي تنسيفه يلا قلت له ترجم يا رجال ما اعرف والله ولد اعتصب ولد حاب تمض ضعيف اعتصب قزيني الله يقول لك وصل عند الرجال يا رجال اي عالم لا تبين الطاقيه ترى صفراء انا جاي من الماقر اظن راوي القصص واحب القصيد وريالتي عالي فل شايف والمكان اللي تفتحطني فيه بعد كم بغيتني عنده لو بغيتني فاشب وراعي عزبه واحب المكاشيف بعدين البرد جايك ازرع العلم الطيب هذه نبذه بسيطه على فيها حين بعد اخوكم محمد ونعم من خلقت في الرياض لكن الاصل في الجنوب من جاش تبع منطقه حسير جاش الخبر احب السوالف والقصص لاني بشاعر واني منشد تخصصي اعلام سلامتكم مكسب طال عمرك من البرنامج ذا كله نحن شفنا وجيهكم الله يطول عمرك شريف مقدارك الدر عندك اخوكم محمد بن بندر انطيري ونعم منشد ومتذوق للقصيد و ايش تبون بس امنوا انتم نبغى صوتك نبي نسمع نبغى نسمع صوت كيف اقول صوتك الحين العبرز فيني بس لو تغني فينا عبر احنا عطنا صوت طيب وصل عرفت على نفسكم ونعم كلكم ونعم طيب انت ما انت عرفنا على نفسك معكم فيصل بن شداد الروقي ونعم سبعة نعم من محافظة عفيف نعم حلو الموهبة انا ما حصلت على شيء معين ولا بقول لك كل ابشر طيب صار المقدم يا رحال تعالني مشاركات قبل مخدوم يا رحال بس شوي شوي وهديها ثالثة وان شاء الله ثالثة ثابته ان شاء الله الله يوفقك فيها ان شاء الله الفكره الاولى هي ايش البزنس حاولت واجد في شيء انا بس مستطاع الولد الشيء بيطيحني فيه ان شاء الله فكره مشروع بعد اربع شهور كذا ان شاء الله اذا الله وفقك الله يوفق الله يوفق كنت شفت نفسي قدمت ما توفقت المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه المره الثالثه شفت فيها ايش البزنس حسيت انها جت وانت تحب في ملعبي الله الله سلامتكم يا رب سلمت قال سلام تحمس العدل على قهوه الشمري يا ولد الزير ذاك في ما انا ضميان يا رجل الريح سؤال دقيقه دقيقه اسمع انت كلهم عرفوا وقالوا هم من وين باقي انا انا ما قلت انت يا ولد من الصمار خل خل وين من وين عاد الصمار طيب دقيقه لبيك تمشي عليهم بالله المنشد خلوه يسمعنا والشاعر خلوه يعطينا والراوي ولي له بشاعر ولهم منشد اصبر يجلس ويستمع واذا عنده اي لا انا هذا عندي يعاونك يعاونك بالقهوه يعاونك يا رجال نبغى انت حرق الاعصاب عندك الله يحيي ما سمعت ما يسدك روح اجلس اقصد عليه اقصد بسيط بس انت ما توقعت اي والله ما مثل السبرايز معي غريب دمك من الحرجات لا لا المره بناس يتابعوني الحين استحي منهم طيب اسلم هذا طبقها ولد احنا قلنا شمر يستلمها نفدا امك ما تقربها ما شوف انت ومعجل عد هني دور لي بيز بالله ابشر بس هذاك الله هاي الربع نبدا طيب انا بسالك هذا خل الرجال يجي من يسال نفدا ولا اقطع كلامك ولد هذا حاسد دلاله حاسد جيبوه جيبوه ردوه 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 مع دربه ردوه ها ردوه الثاني ردوه مع دربه ومعجل نفدا امك انت تجيني اي جيبه جيبه تعال جاي ولد انا محتاج اجلس يقصون الشباب اللي بك سلام عليكم لا يطلق وانت سلم بعد اجلس اجلس تعال تعال خلوا على اسلم طيب لو طريق جبه انت بتقدم مره ثانيه بتشوف انك فشلت بتشوف انك ما اديت كله يلا انا يطلب السلام جاني موضوع عن طريق جاني حساب ما اعرفه جاني عن طريق التيك توك بعد ما قفلت البث ما لي مشهور ولا شيء عقب ما قفلت يعني حساب قال يا احنا باك تشارك في البزنس ومن الكلام ذا مقاطع الواقع المهم قلت كيف اقدم على شو اسمه قناه الواقع رفع الصوت يا صوت احمد نور السلامه جوني تليجرام وارسل الرقم خليتهم يومين قاعد استخير قاعد اخذ راي شايبي وعجيزي شوف الامور المهم نور السلامه عاد قدمت عليها وجتني الرساله وجيتهم اليوم ان قبلنا
ومن ما قبل نعطي بالسلامه عرفنا الرجال ذولا يعني اكتشفنا ابوك وصولك هني الانجاز بعد الانجاز يتمر السلامه هو عندنا امنيات نحققها ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله نكون عندك توصل الحلوه والله توصل الحلوه ان شاء الله نفس السؤال واجب سؤال ثاني لا وش ايش تبغى انت انا حاضر معك بكل شيء لا ترمي اوراقك كلها لا صلاة يا بشمني يا بشمني انت اسألنا عليش عليش انت السؤال وش هو بجيك انت خلق وش السؤال السؤال يا اخوي بيجيك نفد امك امك كم العجلة والله بتطول كذا بروح اسعد الرجل القوة يا الرجل خذوهم الشمر يسد خذوهم بيطول بياخذ انا حاجة خمس دقائق 15 دقيقة يا والي اللي دي لك نفس السؤال ثابت والله يا اخوك صلى على النبي طيب بغير السؤال بما انه ما عجبك السؤال لا عجبني خلنا نكمله لا 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 غيره نفسه انا عارف ايش هدفه يجيك ايش انت ذاك اسلم انا عارف ايش هدفه انا عادكم جهز انا بدي امك انت مش مبسوء ابشر تحمر خدوده طيب صل على النبي اللهم صل وسلم عليه لو ما توفقت فيه ولا بتقدم مره ثانيه ولا خلاص والله شوف صل على النبي هي اول مره انا اقدم فيه طيب والطمع فيه من قبل لكن ما تيسرت ولا توفقت الا هذه المره فنين قبلنا ابشر بسعدكم ونبشر الجمهور وما انقبلنا فانتونا على كل حال ونقول ان شاء الله ما بقول باذن الله نحن لنا فرصه ثانيه فيه مره مرتين الينا على ما قلت فيه من اللي قال 6 يوم قال الثالثه ثابته انا صح لسانك صح ف مثل ما قلت توفقنا فيبشرون بالسعد والضحك وش اسمه ذاك الريتلي الريتلي يا ولد عيت من امس انطقك ها الريالتي الريالتي ود لساني ثقيله ها تقول ريالتي بس قول ريالتي ريالتي والله معك وصلت المعلومه ابشرون بصوت الاحمدي ويمكن اني اجيب شاعر ولا انا اصلا من قبل شاعر مش بس ان الصوت يجيب المرض طيب سجلت من قبل اها شاعر خلاص يا رجال الدنيا سعه وقفت يعني ما عندك شيء بعد ما بوقف من ناحيه حساباتي بستمر فيها انا بس من 3 سنين في السناب ادابك وفي التيك توك في السناب ادابك وفي التيك توك انت مصلي على النبي يعني ما انجت في هذه القناه مثل ما قال خوينا زياده الخير خير وانا ما انا بسال الرجال هذا وين ما توفقنا رجعنا على ما احنا عليه سلامتكم ولا نزيد على خوينا فارس بشيء يا رجال معرفتكم اكسب عليه الله يطول عمرك طيب نفس السؤال وش هو السؤال؟ نفس السؤال ما سمعته طيب من قبلتها الحين انت قبل أول سجلت وصولي هنا انجاز برنامج واقعي ولا لا؟ لا والله ما قد قدمت وكانت النيه قبل اول تجربه هذه اول تجربه ولا اني بياس شفت لي ياس ما ينجح عزل احاول مره مرتين ما في احد يطلع الا بعد ما يطيح صدق اللي ما يطيح ما يعرف يقوم ما في نجاح الا قبلها فشل عزل ما في ما طيب والتوفيق ان شاء الله كله بيد الله سبحانه وتعالى وانا قدمت على برنامج ان انقبلت كان بهم ما انقبلت معرفتكم هذه علي الحرام انها مكسب شايف ان التوفيق الطيب ان شاء الله وايش كنت بقول انا وان كان انقبلت والله يبشرون بحضور ويبشرون بفعاليات ويبشرون بقصص يبشرون بقصاد يبشرون بكل علم غي طيب انا لا لا ما بضحك انت كنك يا خف السرعه انا كنت اسلم انا مستعجل ما ادري ايش معنا مع ربك ابوك انا معنا اذا منتي مطيورين هاك طيرتني انت معك ولا ترى خلصنا بنشده هو عطى مسفري مجال الربع اسلم يا مسفري عدى نفسك دقيقه طيب انا عليك انا ابغى واحد يذمتي اساله سؤال اني اقول الله يسي برد عليك اسلم يا ابو معجب ايش فاهم ما لازم يبيض ومرزا بتسجل مره ثانيه وبمرزا وبمرزا والله جانا والله جانا قبلت انا قبلت انقبلت انا زين وعجبين وما قبلت نحن بالله هاي ليه يا اخوي ما في قصور يا ابو طيب انت تتقدم مره ثانيه ظهر ايش اسلم يا محمد لا اسلم محمد اه بجيك انا بجيك في رايجي اثنين بس اسالك انا ولا انت تسالني خلاص بس ايش يمجيك هل الغبوب هذا لا بسالك انا بعدين ترجع لي يلا نفس السؤال السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان شاء الله يطول عمرك الله لا لا طيب بالخلال شوف هو واضح ان فيها حكمه شفت يوم اقول من خلال صوتك اعرف ان السؤال قوي من خلال صوتك
اسلم. ها؟ خلاص صوتي. لا 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 معلش. خلاص اسلم اسلم يا مطيري خلاص خلاص خربت خربت. اي اسالك اقول ما وصلته من السوشيال ميديا كذا. برامج يعني؟ ايه. تك تك البرامج الثانية. تعال جاي هذا تخلونه تعال. اوه. انت بشتري لك حبل. حطينا حبل. تعال هني ايه بربط. ترى ظني ربع انها اكبر من الرجال ذا. يا رجل رجل الله ما جاوب هو بيرجع لي شوي انا اعرف مواليد 1400 لا نقول يعني لو خلي السالفه هذه احسن عطني يدك لو خلي السالفه هذه احسن مشينا وين بروح اشوف لك هاي طيب اقعد ولد احنا ولا سمى جلدي انتم كلكم تبون اشبني ما سالنا صالون وتتسبل هل عندي في ابو وشداد اي صدق وشداد ما عليك زود كل واحد منك قدمت في البدايه السلام عليكم شباب نفس السؤال اللي انت قلته ايش معك مقدمت الحين في الواقع الان في الزيس يعني طمع هو ولا ايش اول شيء بدايه كنا احنا نطرد يجينا الرغبه ذي طيب صل على النبي اللهم صل وسلم عليه الحين بتوصل لك انت الهدف صدقت بيجيك سهل ما فيها لازم تحارب ما فيها متعة بيجيك سهل صدق ما فيها متعة بتجرب مرة مرتين ثلاث أربع وبتحصل الحين أنت بتدور على وظيفة تحصل على طول مرة مرتين ثلاث أربع يعني نفهم منك إن هدفك البرامج دي بالضبط صلى ربي يرزقنا وياك اللهم وما رزقنا ربي ما تعبتني بس ما عرفت الرجال تجار أنا سمح سمح يا أخوي لا أبد شنك مواصل والله شوف تكون مدرب الرجال أول حسبت الرجال حشرني بس أنت سكنت في جدة درست في جدة جيت جدة غير سهل أنت الطايف هذا مخدين سيرة الطايف عنها مدنبي الطايف عنها طيبة من الغربية اجتمعتها الحين هيا انت خاوي ان شاء الله لا لا يا رجل انت خاوي حبنا نقبل ان شاء الله انت ان شاء الله باذن الله ولا قصورون في الشباب طبعا ترى ولد انت خاوي في التتويج باذن الله موال ينبيني ايه ابد انت اربعه في ذمتي لو انه مضغوط ايش ذي اربعه على قهوه مضغوط هو يا ولد روح اجلس فضح لا انت صل على النبي انت حرشت على مسكين ذا انت بقهوه صح؟ ايش في ذمتي ولا كم بس يا اخوي اسمع ايه ولد بو اسمع اسمع الدلة إذا جات كفو تجيب شخص واحد الحين أمك مثبت الدلة لك يطبخوا البيت كله عشان إذا لا إن شاء الله تطبخ أمك ويجي كفو شمري أنا ما واثق فيه الرجال زينة ها تعال استحنا تعال تعال خلينا ناخذ من العلوم يقول أول شيء معلمته الطرف شديد عمري 28 27 ما شاء الله أوله الله يرزقك الذرية الصالحة بعد ما نقول له إن شاء الله طيب إيش أقول ما تزوجت باقي لها الله على الطوارف الشاهي وزه ولا وشانه ولد تزوج وانت عاطل ما شاء الله تزوج وانت عاطل الرجال ما قال تزوج يقول ما تزوج يقول على طوال ما في مشكله انا ودي ما في مشكله ودي انا ودي متزوج يقول على طوارف يعني مقبل الرجال ويقول متزوج مصدوم يا اخوي زواج كمل دي هو يقول متزوج طيب هذا يقول على طوارف انا ما انا انا ما مصدق بالعكس امانه امانه متزوج ولا احبابي ولد قل له يلا قل له يلا حق في اصغر من الزوج يا ولد انا ما اقول عيب انا ابغى اسال سؤال انا قلت ايه قال لك ايه لا قاعد على طوارف ايش معنى طوارف طوارف يعني كلمه يعني إيه؟ اختلاف لهجات اختلاف لهجات اختلاف لهجات احنا على طوارف معناتها عندنا إيه؟ يعني قربت الى شيء بسيط يعني كان يقول خطبت باقي حاجه باقي حلوه ايوه انه أيوه. ما على طوارف بعد سمى هي سمى بزنس استغفر الله العظيم انا بعطيكم قصيده اطلب منك قصيده اه احسب اني بقدم يلا اطلب منك قصيده وبعد عطني قصيده اشرب وش تبي قصيده ايش فلبل عطني فلبل ايش البل ترى يا بابا الا وين رايها ما كلامك اللي اول طيب انت تقول سالي انا رايي البل انا ما ادري وين رايح والعزاوي غزل ايه شوف قلبه خبر اسلم خليك خليك منهم اعطنا قصيده يقول حرق قلبي حرق بن اندلح عنه الغشيم سلام في رضا ضو انت واقد ولا فحه هوا هوا يوم خليت المحبه وانا قلبي محيم يوم غويت الموده وانا قلبي غوى غوى عذري ان الحب غلاب والله العظيم عظيم والجفية مات خارج وملعونة ثوى ثوى والوله والشوق ما تلعن ابليس الرجيم والمواصل يقعد الراس والفرقة خوى خوى والغلا اللي خلف الاعماق والحب المقيم كانهم يجازون كل امر بما نوى نوى الفراق ثاني يرحب وعز الله كريم والوصال يقول مالك لوى مالك لوى والليالي كانها تقول خذها في الصميم والله نحن ما نخلينا اثنين سوى سوى صح لسانك هذه طبعا الشاعر متعب مسافري معروفه معروفه انا حبيتك حتى انا شفت اللي سالت فيها غايده اول لو ذا كذا بك شفت الرجال كيف
طيب إيه صح. طيب دقيقه عطنا موقف يا ولد اللي نبغى صوت الحلو يغني لنا. تعال تعال بعطيكم مسحوق والدك مسحوق. لا تعال في الجدار من برا. اسلم شوف الشعار. وش سؤالك؟ ايش سؤالك يا على العزه والطاعه؟ هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد. يا هلا البزنس كفو طونا كل وقت حية عامنا بشاذلية ضيفنا يالله حية. يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة. حاوت بغيت اقول حاوت كل على فاصة. طيب دقيقة والله ترى شخصيتي في الوالا ربع وين امي يا سلام يا عيال الحماية. ايش هو حماية؟ والله ما الثاني يا سلام يا عيال.